بسم الله الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين، نعزي الإمام صاحب الأمر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف بمصاب جده سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. ها هي أعلام محرم ارتفعت ورفرفت وانتشرت في كل أفق، واكتست الطرق وجدران المدن بالسواد بعدما توشح الناس بلونه القاتم. ولقد نادى منادي النجاة بالغرق في بحر الذنوب أن سفينة الحسين قد أزلفت، فمن أراد الخلاص فليركب فإنها الأوسع وفي لجج البحار أسرع. وها هو مصباح الهدى قد استنار به الفضاء الأرحب، فمن شاء النور فليتوجه تلقاءه وليقتبس منه. وقد أقيمت المجالس والمآتم بهذه المناسبة الأليمة والتي يتعرف فيها الناس على عقائدهم ويتلقون أوامر الله عز وجل ونواهيه فيها ويتعلمون أحكام دينهم ويطلعون على وظائفهم وواجباتهم. وهذه هي حقا سفينة نجاة الأمة، وهذه هي حقا سفينة نجاة الأمة، وذلك حقا هو مصباح هداها. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، كما نسألك أن تعجل فرج وليك الإمام المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.